اليوم عندنا خط دفاعنا الأول ونحن وياكم سعيدين وجودهم. بنبدأ بالأسئلة. الدكتورة شلثة محمد، خبرينا عن استعدادات المستشفيات وجاهزيتها. طويل العمر، فخر لي كابنة الإمارات وبن زايد أني أكون وياكم اليوم وأحضر اجتماع مجلس الوزراء المؤقت. طويل العمر وزارة الصحة ووقاية المجتمع من بداية الأزمة اللي كانت في يناير 2020 بدأت بتفعيل خطط الطوارئ لمكافحة الأزمات والكوارث. طبعا بالنسبة لنا وبكل فخر طويل العمر وبدعم الحكومة وتواصل الحكومة مع الميدان، خاصة الميدان الطبي والصحي، أثبتنا للعالم أن نظامنا الصحي نظام متكامل، نظامنا الصحي نظام قوي. الدكتور عارف، طمنا عن المرضى الموجودين في المستشفيات وعلى نسب التعافي. طبعا سيدي، الأدوية كانت من التحديات، ولكن لم يقلل المسؤولين جهودهم في وزارة الصحة ووقاية المجتمع تزويدنا بأحدث وأغلى أنواع العقاقير الموجودة في العالم. الأجهزة تم توريدها بشكل سريع وتزويدنا بأعداد تكفينا وتكفي الآلاف إذا لا سمح الله احتجنا، فليس هناك أي تقصير، الحمد لله، والأمور متوفرة وعندنا أسرة وعندنا أي شيء. مستشفياتنا مجهزة، أطباءنا وكوادرنا واقفين في الميدان. الأخت أسماء، طمنينا عن أبطالنا المرضين والمرضات في خط دفاعنا الأول. طمنت وبشرك ان نحن كلنا بخير وكل الكوادر الطبيه بالف خير، ما دام انتم ويانا وتطمنون علينا هذا روحه يكفي. الله يحفظ دوله الامارات ويحميها ويحمي حكامها وشعبها يا رب. طويل العمر، دوله الامارات قدمت علينا وايد اشياء وهذا قليل بحق الامارات، هذا شيء بسيط ما يساوي دوله الامارات اللي عطتنا، خلتنا نحن من ارقى الشعوب على مستوى العالم. اليوم يدورنا نحن كممرضات مواطنات نبذل كل الغالي والرخيص عشان دولتنا. نحن وقوان الوزارات ترى مستعدين على أي شيء تحتاجونه.